بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي فضائيه العراق التربويه في ربوع عراقنا الغالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبدا معكم اليوم ودرس من دروس الرياضيات للصف السادس العلمي بفرعيه الاحيائي والتطبيقي وسنكون مع مجموعه الاعداد المركبه الفصل الاول ما هي مجموعة الأعداد المركبة قبل ما أقول لك شنو الأعداد المركبة خلي نشوف شنو اللي راح ندرسه في هذا الفصل توجد حاجة ماسة لتوسيع مجموعة الأعداد الحقيقية قبل الدخول إلى الأعداد المركبة وسندرس في هذا الفصل إن شاء الله العمليات الاربعه على الاعداد المركبه وهي الجمع والطرح والضرب والقسمه وسوف نتعرف على مرافق العدد المركب وامور كثيره اخرى سوف ندرسها في هذا الفصل وقد تعلمنا في دراستنا السابقه مجاميع عديده من الاعداد اول مجموعه تعلمناها من بالابتدائية مجموعة الأعداد الطبيعية اللي تشمل واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية وتوسعت قليلا مجموعة الأعداد الطبيعية من أضيف الصفر وياها راح تكون مجموعة الأعداد الكلية وعند إضافة النظائر الجمعية للأعداد الكلية سينتج مجموعه اكبر من الاعداد الكليه وتسمى بمجموعه الاعداد الصحيحه ثم دخلنا في مرحله الكسور التي يكون بسطها ومقامها عددين صحيحين على ان لا يكون المقام يساوي صفر وسميت بمجموعه الاعداد النسبيه ثم توسعنا للوصول الى المجموعه الاكبر وهي مجموعه الاعداد الحقيقيه ماذا تشمل مجموعه الاعداد الحقيقيه اعزائي تشمل الاعداد النسبيه التي تحدثنا عنها ويضاف لها الاعداد غير النسبيه اي الجذور ولكن يا جذور من عدهم الجذور الصماء يا هي الجذور الصماء شقصد بالجذور الصماء يعني من اجي اقول لك على سبيل المثال جذر الاربعه جذر الاربعه يساوي اثنين والثنين هو طبيعي وكلي وصحيح ونسبي وحقيقي ولكن من اجي اقول لك جذر ثلاثه اذا ما ينتمي الى كل واحد من المجاميع اللي اخذناها سابقا اذا هذا ينتمي الى الاعداد الحقيقيه ولكن تعلمنا بان العدد الذي يكتب هنا فوق الجذر يسمى دليل الجذر يعني من اقول هذا الجذر جذر تربيعي من اقول بهالصوره هذه معناه جذر تكعيبي من أكتب بهالصورة الصورة هذه يسمى جذر رابع ودليل الجذر ربما يكون عددا زوجيا وربما يكون عددا فرديا إذا ردت أقول لك جذر أربعة وقلت لي يساوي اثنين لأن اثنين في اثنين يساوي أربعة زين جذر سالب أربعة اشقت إذا تقول لي اثنين فاثنين في اثنين أربعة وحتى لو قلت سالب اثنين فسالب اثنين في سالب اثنين هم أربعة إذا جذر إذا كان دليل الجذر عددا زوجيا سواء كان اثنين أربعة ستة ثمانية لا يمكن أن يكون داخل الجذر عدد سالب لازم يكون موجب أو صفر أما إذا كان دليل الجذر فرديا لا يهمك داخل الجذر عدد نسبي موجب سالب صفر ماكو مشكلة يعني من اجي اقول لك الجذر التكعيبي للسالب ثمانية يساوي سالب اثنين ما عندي مشكلة دليل الجذر عدد فردي سالب اثنين في سالب اثنين في سالب اثنين سالب ثمانية لذلك ينتمي الى ار حتى لو اقول لك الجذر الخامس مثلا للسالب ثلاثة اذا هذا تقول لي ينتمي الى ار اذا الجذور نوعين اذا كان دليل الجذر زوجيا لكي يكون حقيقيا يجب ان يكون داخل الجذر عدد نسبي غير سالب. من اقول له غير سالب يعني موجب اقبله، صفر اقبله. اما اذا كان دليل الجذر فرديا ولا يهمك يكون داخل الجذر عدد نسبي موجب او سالب او صفر فهو ينتمي الى ار، راح تقول لي واذا كان دليل الجذر زوجي وداخل الجذر عدد سالب هذا هو سبب وجودي وياكم اليوم حتى نتعرف على المجموعه الاكبر اللي هي مجموعه الاعداد المركبه والتي تشمل كل ما ذكر سابقا كل الاعداد الحقيقيه ويضاف لها الجذور السالبه المن؟ للدليل الزوجي السبب اذا ردت اسوي لك هذا المخطط اذا اصغر مجموعه من الاعداد هي مجموعه الاعداد الطبيعيه ومن اضيف لها راح يصير عندي المجموعه الاكبر من عدها اللي هي مجموعه الاعداد ال الكليه اذا هنا مجموعه الاعداد الكليه والاكبر من عدها اذا هذه مجموعه الاعداد الكليه الاكبر منها راح تكون مجموعه الاعداد الصحيحه والاكبر منها مجموعه الاعداد النسبيه، والاكبر منها مجموعه الاعداد الحقيقيه، والاكبر منها هي مجموعه الاعداد النسبيه، والتي سوف نتعرف على كل خواص هذه الاعداد وكيف يتم التعامل معها اعزائي اذا درسنا في الصفوف السابقه حل المعادلات الخطيه، اذا هذه شنو المعادلات الخطيه؟ يعني هنا من اجي اقول لك على سبيل المثال 2 اكس زائد 4 يساوي 0 اذا هذه تسمى معادله خطيه من الدرجه الاولى معادله 2 اكس زائد 4 قوه الاكس يساوي 1 إذا من أريد أحل المعادلات الخطية متعلمين أجعل المتغيرات بطرف الثوابت بطرف وأستخرج قيمة إكس مثلا 2 إكس تساوي سالب 4 يعني معناها إكس تساوي سالب 2 وهي معادلة مستقيم. إذا هذه المعادلات الخطية ما عندي بها مشكلة ولكن المشاكل سوف تظهر بالمعادلات التربيعية. من أقول لك حل المعادلة على سبيل المثال أكس تربيع ناقص أربعة تساوي صفر راح تقول لي أنا درست بالثالث متوسط هذه المعادلة أقدر أحلها بطريقين شنو ذني الطريقين تقول لي الطريق الأول أحل الفرق شوف هنا كلمة فرق بين مربعين فرق بين مربعين أكس ناقص اثنين وأكس زائد اثنين يساوي صفر يعني أما أكس يساوي اثنين أو أكس يساوي سالب اثنين الطريقة الثانية تقول لي أنا هنا اريد اقول اكس تربيع تساوي اربعة يعني معناها بجذر الطرفين يعني راح يصير الاكس تساوي موجب سالب اثنين، اقول لك صح جدا لكن من اريد احل مثلا اكس تربيع زائد اربعة، اكس تربيع زائد اربعة يساوي صفر زين اكو عدد حقيقي مربعة اضيف لأربعة اربعة يساوي صفر ماكو، اذا هنا بطريق اخر اكس تربيع يساوي سالب أربعة يصير له ما يصير لا يوجد عدد حقيقي مربعه سالب لذلك هذا ايش اسميه اسميه فرق بين مربعين هذا اسميه مجموع مربعين اذا فيما مضى من كنا اتعامل ويا مجموع مربعين اقول ليس له حل في ار ولكن دعت الحاجة إلى اكتشاف مجموعة أكبر من الأعداد للتعامل مع هذا النوع من المعادلات مجموع مربعين حتى إذا أريد أذكرك من تريد تحلل مثلا فرق بين مكعبين هسه هنا من أريد أحلل على سبيل المثال X تكعيب ناقص ثمانية يساوي صفر شلون كنا نحلل فرق بين مكعبين إذا فيما مضى من أيام كنا نحل اكس ناقص اثنين وبعدين شنو مربع الاول عكس الاشاره الاول بالثاني زائد مربع الحد الثاني يساوي صفر زين شو تعلمنا بالثالث متوسط ايش قالوا لنا قالوا لنا قول اما اكس ناقص اثنين تساوي صفر اذا اكس تساوي اثنين واكس تربيع زائد اثنين اكس زائد اربعه لا يساوي صفر ليش؟ لأن لا يحل بالتجربة وإذا ردت أحل بالدستور فإن المميز رح تكون قيمته سالبة وإذا كان المميز سالب فليس للمعادلة حل في R إنما سيكون لهذه المعادله حل في سي اذا القوس الكبير الناتج من فرق او مجموع مكعبين مجموع مربعين معادلات اخرى تربيعيه وحتى غير التربيعيه راح نلقى لها حل او حلول في مجموعه الاعداد المركبه اذا ليش هنا احتاجية الأعداد المركبة أيضا عندي تطبيقات فيزيائية تطبيقات هندسية أمور أخرى أحتاجها في حياتنا العملية استخدمت أو رح أستخدم الأعداد المركبة لتسهيل هذا الأمر رح تقول لي أنت من عرفتني الأعداد المركبة رح تبني لي هذه المجموعة على فرضية صغيرة جدا ورح نبني عليها بناء متكامل إذا أعزائي اكس تربيع زائد واحد يساوي صفر اكس تربيع تساوي سالب واحد لا يوجد عدد حقيقي مربعه سالب واحد لذلك رح نتفق انا وياكم اليوم على ايجاد تسمية الى الجذر سالب واحد هذا الجذر سالب واحد رح اسميه اي على هذه التسمية التي تمثل الوحدة التخيلية رح أبني مجموعة الأعداد المركبة إذا أول معلومة راح أسئلك عليها أكثر من مرة أقول لك الآي ايش يعني شنو قيمة الآي راح تقول لي جذر سالب واحد شنو جذر سالب واحد تقول لي آي زين إذا كانت الآي تساوي جذر سالب واحد يعني الآي تربيع شقد إذا راح تقول لي الآي تربيع قيمة سالب واحد اقول لك الاي تكعيب ايش قد راح تقول لي الاي تكعيب هي اي تربيع في اي مو ضرب تجمع الاسس زين الاي تربيع هي سالب واحد في اي اللي هو سالب اي راح تقول لي انت ليش عوضت مكان الاي تربيع سالب واحد وما عوضت مكان الاي حتى يكون العنوان اعداد مركبه اريد تظهر الاي ترى بالعين المجرده تشوف اكو اي يعني اذا لقيت اي بقيها اي إذا لقيت جذر سالب واحد حولها إلى أي إذا لقيت أي مرفوعة إلى أي قوة غير الواحد تخفض تحول بدلالة أي أو تحول فشي آخر الأي تربيع يسويها سالب واحد الأي تكعيب يسويها سالب أي الأي أس أربعة جاية من أي تربيع في أي تربيع أو اقول اي تربيع الكل تربيع مو عند الرفع تضرب الاسس يعني معناها سالب واحد في سالب واحد او سالب واحد تربيع اللي هو واحد وهكذا الاي اس 27 الاي اس 81 الاي اس سالب 7 الاي اس سالب 15 شوف ايش سويت هنا ال 27 26 زائد 1 وال 26 سويتها اي تربيع اس 13 عند الرفع تضرب الاسس والاي تربيع سالب 1 مرفوعة إلى قوة فردية سالب إذا مرفوع إلى قوة زوجية الجواب موجب وإذا كان مرفوع إلى قوة فردية الجواب سالب إذا الجواب يساوي سالب آي لأن القوة فردية هنا القوة زوجية راح يكون واحد في آي اللي هو آي الآي السالب راح أجي أتعامل وياها بأكثر من طريق راح نتعلم بعد شوية إذا تقدر تقول عليها آي السالب ثمانية في آي أس واحد سالب ثمانية زائد واحد سالب سبعة وآي تربيع قيمتها سالب واحد سالب واحد إذا كانت مرفوعة إلى قوة زوجية سواء كان موجبة أو سالبة فهي قيمتها واحد وإذا كانت مرفوعة إلى قوة فردية سواء كانت موجبة أو سالبة قيمتها سالب واحد راح تقول لي زين راح العملية شوية صارت صعبة علي إذا جتني آي أسمية شلون إذا جتني آي أسمية وثلاثة واربعين شلون أكو طريق سريع أقدر أطلع الجواب بشكل مباشر دون المرور بهذا التعقيد نعم يوجد يعني هسه هنا وزاريا وزاريا إذا تقول لي ما يعجبني أسوي هذا الحكي شوية رح يأخرني شوية رح يتعبني يصير القالي في الطريقة بحيث من تجيني آي أس 27 رأسا أكتب الجواب سالب آي إي أكو طريقة إذا جتني آي أس 81 رأسا أكتب الجواب آي اكو طريقة مقبولة وزاريا إيه مقبولة إذا شنو الطريقة؟ إذا تعالوا وياي خلينا نتعلم الطريقة. الطريقة تقول عموما يمكن القول أن لكل أن عددا طبيعيا وإحنا تعلمنا الأعداد الطبيعية آي مرفوعة للقوة أن تستبدل هذه الأن بباقي القسمة على أربعة. تستبدل الآن بباقي القسمة على أربعة فإذا كانت تقبل القسمة على أربعة بدون باقي يعني معناها الباقي قد صفر فآي صفر يساوي واحد إذا كان عند القسمة على أربعة يكون الباقي واحد فمكان هذا الآن رح يصير آي أس واحد اللي هو آي واذا كان باقي القسمه على اربعه يساوي اثنين فمكان الان راح يصير الاي تربيع والاي تربيع من هو هو سالب واحد واذا كان باقي القسمه على اربعه ثلاثه فراح يصير اي تكعيب اللي هو سالب اي يعني من ارجع لهذه الاسئله والجانب الوزاري فهنا من اوصل الى الاي السبعه وعشرين اني راح اقول من قسم على اربعه الاربعه وعشرين يقبل القسمه على اربعه ايش قد الباقي؟ الباقي ثلاثة إذا معناها أي تكعيب رأسا أكتب سالب أي. زين الأي أس 81 من نقسم على أربعة ب تقبل القسمة على أربعة إذا يبقى عندي واحد إذا مباشرة أكتب أي. إذا كانت أي مرفوعة إلى قوة سالبة. بس هذا الحكي اللي حكيته إذا كان موجب إذا كان عدد طبيعي إذا كان عدد السالب عدد صحيح سالب راح نتعلم بعد شوية شلون راح أتعامل وياها إذا أولادي عموما أي أس أربعة أن زائد أر الأن هو عدد كلي هذا الأن عدد كلي إذا ضرب العدد الكلي في أربعة يقبل القسمة على أربعة لو ما يقبل أكيد يقبل يعني اثنين أضربها في أربعة 3 اضربها في 4، 12 اضربها في 4، 19 اضربها في 4، اكيد يقبل القسمه على 4، لذلك هذا الاي اس 4 ان زائد ار بالتاكيد الاربعه ان تقبل القسمه على 4، يعني هذا ايش راح اسوي؟ راح اسوي اي اس 4 ان في اي اس ار. زين هذا بالتاكيد يقبل القسمه على 4 قيمته 1. اذا الملاحظه الكلش لطيفه تقول لي اي اس 4 ان زائد ار اذا كانت هذه اربعه او مضاعفات الاربعه مباشره قيمتها واحد اذا يبقى عندي؟ يبقى عندي اي اس ار يعني هنا يجيني سؤال يقول لي اي مثلا اس ثمانية ان زائد 7 انا ايش اقول له هنا؟ اقول له هذا اي اس 7 من هو الاي اس 7؟ من نقسم على أربعة إذن يبقى ثلاثة إذن الجواب هو سالب أي إذن دا يقول لي هنا حيث نقسم أس أي على أربعة والباقي هو الأس الجديد تستبدل قوة الأي الطبيعية أؤكد الطبيعية بمن بباقي قسمتها على أربعة باقي قسمتها بعض الطلاب دي يتوهم يعني هنا من اجي اقول له اي اس 12 هسه ركز وياي اقول له للطالب الطيني اي اس 12 الطلاب راح ينقسمون قسمين قسم راح يقول لي واحد وقسم راح يقول لي سالب اي زين اللي قال لي واحد احترم رايه واللي قال لي سالب اي هم احترم رايه انا راح اعطيه صفر لكن احترم رايه لان اعرف ايش دا يفكر اللي قال لي سالب اي قال لي 12 على 4 3 يعني اي تكعيب سالب اي اقول له انت فاهم غلط انا ما قلت لك ناتج القسمه قلت لك باقي القسمه على اربعه هسه الناتج قد يطلع ما يهمني باقي القسمه على اربعه لذلك هذا انت اقول له حلك غلط لان فاهم الملاحظه غلط اذا تستبدل قوه اي الموجبه بمن بباقي مو ناتج بباقي القسمه على اربعه اذا 12 على 4 بها 3 والباقي صفر اذا اي اس صفر يساوي 1 اذا انت شوف قدامك الاي اس 25 من نقسم على 4 يبقى 1 اذا الجواب اي اي اس 99 الـ 96 يقبل القسمه على 4 اذا الجواب هو اي تكعيب مباشره راح تكتب لي الناتج هو سالب اي اذا خلينا نتعلم ونختبر نفسنا اني افتهمت الفكره لو ما افتهمت الفكره اذا هنا يقول لي ايش قيمه اي اس 16؟ اقول له هنا ماكو داعي افصل ال 16 تقبل القسمه على اربعه بدون باقي راسا اكتب الجواب واحد. زين يقول لي اريد منك اي اس 58 زين يا عدد اقل من ثمانية 58 يقبل القسمه على اربعه. يعني هنا ال 56 مو يقبل القسمه على 4 اذا يبقى 2 اذا الاي تربيع يساوي شنو؟ يساوي سالب واحد زين الاي السؤال الاخر يقول لي اريد منك اي اس 12 ان زائد 93 اقول له راح افصل لك شويه يعني هذه معناها اي اس 12 ان في اي اس 93 مو عنده ضرب تجمع الاسس هاني يعني جزأت الاسس 12 ان بالتاكيد تقبل القسمه على اربعه لان 12 من مضاعفات الاربعه اذا قيمته واحد ايش راح يبقى عندي هسه؟ راح يبقى اي اس 93 زين يا عدد اقل من 93 يقبل القسمه على اربعه، ال 92 يقبل القسمه على اربعه راح تقول لي شلون؟ اقول لك اطرح 80 انا يعني متاكد 80 تقبل القسمه على اربعه ايش قد يبقى عندك 12؟ 12 تقبل القسمه على 4 او تريد تقسم قسمه طويله بكيفك تختار اللي يعجبك اذا هنا مباشره راح يصير هنا الجواب يساوي اي. زين اذا ردت اقول لك بالامتحان ايش قيمه اي مرفوعه للقوه 2 3 4 5 7 8 وبعدين قلت لك 93. هسه راح تقول لي 93 انا دبرتها، زين هسه هذا شلون انا اقسمه قسمه طويله؟ صعبه علي اقول لك هنا اختار لي الاحاد والعشرات فقط بس. يعني اذا جاني عدد كبير اختار لي فقط الاحاد والعشرات اللي وراهم اعتبره ماكو. اذا هنا 93 من اقسمها على اربعه ايش قد يبقى عندي؟ يبقى واحد مباشره الجواب يساوي اي، هسه اريد افصل الاي السالب 13. هذا الاي أس سالب 13 انت راح تتحكم به باحدى ثلاث طرق تختار الطريقه اللي تعجبك. الطريقه الاولى بان شو تقولي هنا؟ تقول لي اي أس سالب 13 راح تضربها في واحد. تضربها في واحد. الاي أس 4 ايش قد قيمتها؟ واحد. الاي أس 8 ايش قد قيمتها؟ واحد. الاي أس 12 ال 16 ال 20 واحد. اختار لي عدد يقبل القسمة على أربعة أكبر من الثلاثة عشر شنو؟ راح تقول لي 16 إذا هذا راح أجي أضربه في آي أس 16 يعني معناها اللي هو قيمته واحد والواحد بالرياضيات يسمى شنو؟ يسمى محايد ضربي يجوز ضرب أي عدد في واحد يبقى العدد نفسه إذن راح يصير عندي آي شنو آي تكعيب اللي هو سالب آي إذا هذه الطريقة الأولى زين الطريقة الثانية أقول لا هذه الآيوس سالب 13 يعجبني أنزلها إلى المقام يعني راح يصير هنا آيوس 13 واحد على آيوس 13 هذا الواحد بالبسط أيضا أقول يا عدد يقبل القسمة على أربعة أكبر من ال 13 هو ال 16 إذا هذا راح يصير عندي ويساوي شنو هو؟ وحيساوي عفوا إذا هنا راح يساوي اذا اي اس 13 راح يصير عندي اي اس 16 على اي اس 13 امه كان ما اقول عند الضرب تجمع الاسس راح اقول هنا عند القسمه تطرح الاسس اذا كانت الاساسات متشابهه اذا معناها راح يصير عندي ايضا اي تكعيب اللي هو سالب اي اذا كل الطرق تؤدي الى الميه اختار الطريق اللي يعجبك هذا اذا كان الاي مرفوعه الى قوه سالبه اعزائي إذا يمكننا كتابة الجذور التربيعية لأي, لأي عدد حقيقي سالب بدلالة أي جذر سالب 16 هو جذر 16 في جذر سالب واحد يعني ايش أقدر أكتبه هذا؟ هذا السالب 16 راح اكتبه 16 في سالب واحد يعني راح يصير جذر 16 في جذر سالب واحد، جذر السالب واحد هو اي وجذر 16 4، اذا مباشره راح يكون 4 اي جذر سالب 25 بنفس الاسلوب راح يكون 5 اي اذا اريدك تباوع على هذه الامثله الاربعه وتنتظرني للدرس القادم ان شاء الله راح نفصل هذه الملاحظه وراح نبني عليها قوانين وملاحظات اخرى حتى نقدر نفهم الاعداد المركبه بشكل صحيح اعزائي انتظروني بالدرس القادم ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم بامان الله وحفظه. <applause>